ديال الله منجي. شتي يا سيدي اللي هذاك دابا؟ غير شتي على قرايتك ما انا يا ولدي ما نتحكم في راسي. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من ويسلان مكناس. كنتواجدوا اليوم ببيت هذه المميمة، هذه المسنة، الأم اللي مسكينة الآن يعني من بعد 70 سنة، من بعد هذا العمر كامل كتلقى راسها بوحدها كما قالت، يعني من بعد ما كانت عندها رزقها بفراشها بذهبها بمسائلها برزيقها باش عايشه بالسكينه ديالها، ولو انها رهنها اليوم هي كتلقى راسها وحيده، ما لقيهاش لا حنين لا رحيم باش تعيش. هذا دائما حلا حسب التعبير ديالها. وغنخليكم الان معها وغادي نقول يعني العنوان ديال هاد يعني اللي غيثيق في الدنيا، يعني راه ما راه لا ثقة في الدنيا، لا ثقة في الدنيا، لأنه ها انتم كما كتشوفوا معنا وعلى المباشر. غنخليكم مع القصة ديال هاد الأم هادي اللي كنتمناو أنه تلقى القلوب اللي ممكن أنها تتفاعل معها إيجابا. وكنتمنى منكم خوتي المغاربة، كلنا عندنا الأمهات ديالنا، كلنا عندنا والدينا، ما نبغيو حتى شي أم توصل لهذا الحال، لكن الكل أنه يبارطاجي ويعمل ويدير هاد الأم هادي، راه الأم ديالو، وفضلا وليس أمرا بارطاجيو معنا هذا البث المباشر. الله يجازيكم بخير، بغينا هاد الام هادي اليوم ان شاء الله ما تبقاش بوحدها، ما تبقاش في هذا السكن اللي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، ما عندها لا فراش لا والو، ها علاش جالسه منها مسكينه لهاد الصيصه هادي اللي كتشوفوا، ها الفريج ديالها، ها اللي عندها، ها انتم كتشوفوا على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فهاد السيده محتاجكم اليوم ومحتاجه للمغاربه كاع وليداتها كما قالت هي. غنخليكم معاها هي تعاود لكم القصه ديالها. واخا الميمة مرحبا بك معنا على المباشر. بارك الله فيكم اولدي. المغاربة باغيين يعرفوك ويسمعوا شنو هو القصة ديالك الوالدة. ايوا صحا يا وليدي. الحالة قربي شوية الميكرو عندك. نعم. صحا يا وليدي اللي درتها. نهار اللي كانت صحا كنت جاد، كنت تنضرب صنادق على كتافي. اللي كنضرب. الناس تعرفني واحدة، أنا كنربت جوج جوج. في الخدمة. في الخلا. الشمس في الشتا في الضبابة والشوك والغيز تاع الركابي، وانا كندير جهد الراجل ماشي جهد المراه، كندير جهد الراجل باش الا ما خدمتيش اليوم غدا ما يردكش، كدير اكثر من جهدك باش غدا تولي تخدم. وانا كنت كركب في الدنيا ملي تسجلت وانا في تمارا، وهنا مازال دابا ملي ما بقات لي صحه ما لقيت واحد، ما لقيت لا مول تفاح، ما لقيت تا واحد ما لقيتو، الله هو اللي لقيت، وجاكم العزيز هو اللي لقيت دابا هذا الشيء اللي كاين، ولا من العائله كل شيء طرب اللي عنده خيره مش كملنا. المهم كنعتذروا على هذا الانقطاع مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. ايوا قلت لك هي هذيك، مرة نمشي في 12 الليل، مرة في 11 الليل، مرة نمشي في 4 الصباح، مرة نمشي في 5 الصباح، وتنقول يا ربي غير ما نعطيش وجهي، نخيب وجهي عند الناس، اللي أنا واخا نكون مخسوسة، ما نقدرش نطلب، ما نقدرش نقول لهم يعطيوني. شرب الماء الوالدة، المشاهدين كنعتذروا على هذا الانقطاع خارج الإرادة ديالنا، لأنه بحكم أنه يعني المنزل ديال السيدة الشبكة ضعيفة وضعيفة. فحتى جودة البث كنعتذروا عليها يعني خارج عن إرادتنا، لأنه السيدة ما يمكنش أنه نخرجوها على برا، فصبروا معنا على هاد الوضع هذا. واخا كملي لنا المهمة، المغاربة كيسمعوا فيك وليدي. ولدي أنا باقا كنت كركب. نعم. دابا ما بقى لي المنزل. تمدي يدك. نعم.
قرب الميكرو شويه يعني. ما بقالي دابا ما نقول، تنبغي نقول لبنادم تنحشم، تنبغي نتعرض لبنادم نقول له راه ما عنديش ما تنقدرش. وكنردها في الصبر. وكان عندك رزايقك؟ كان عندك كل شيء مشى، كل شيء مشى، ما لقيت كي اليوم كي غدا كي اليوم السبيطارات لا اله الا الله. نعم. والو عرفتي في هذا الشهر هذا راه 5 دويزات داروا لي الجواد. نعم. اللي داووني باش نوقف على رجلي، ما كنتش تنوقف. نعم. إوا والحمد لله على وجهكم العزيز، الله يجازيكم معايا بخير. نعم. الله يجازيكم بخير. نعم. الله دائما مشاهدينا كنعتذروا على هذا الانقطاع الخارج عن الاراده ديالنا، ومع هذه الام السبعينيه لهذه السيده اللي محتاجه الان، واللي كتقول انها يعني اتجهت لكم بوجه مكشوف، ما يعني ما حتى ما بقى قدامها حتى شي باب، الجيران مساكن عاونوها بداك الشيء اللي قدر الله، هما اللي كراو لها. شكون اللي كرا لك هذا البيت الحاج؟ اه شكون اللي كرا لك هو الجواد ولدي مساء الجواد ما بغاوش يخلوك بحال وجهكم. نعم نعم العزيز. نعم وجاكم العزيز بحالهم نيت. نعم. هما اللي كراو لي. نعم. هذا هو. شحال كاري دابا هاد البيت أمك؟ 12. 12 ريال. اه. وكتعيشي هنا بوحدك؟ اه ومع من ولدي؟ اه. وشكون اللي كيوكلك؟ شكون اللي غادي؟ اه تنتمشى. شكون اللي غينوضك؟ والو تنبقى ممدودة حتى إلا قديت ما قديت كنكمل عليك. نعم كنعتذروا مشاهدينا مرة أخرى على انقطاع ديال هذا البث المباشر الخارج عن إرادتنا. دابا حاولنا أنه ناخذ الأميمة واقفة لأنه في الأرض ما تشدش النار التصوير حتى الكونيكسيون ضعيفة. واخا شريفة شنو دابا طالبة من وليداتك؟ طالبة من الوجوه كاملين. نعم. كاملين علاش ما قدو؟ نعم. علاش ما قدو يا ولدي عاونونا وسلام. نعم. هذا ما كان. باش بغيتيهم يعاونوك؟ كنطلبو باش مسخ الله. نعم. باش مسخهم الله يعاونوني، ما قديتش ومريضه بالظهر وما تنقدرش. نور عاك دابا انا لقيتك مع جارتك اللي مسكينه مقابلك. ما كل واحد يقابل راسو ولدي. نعم نعم الله. نعم لا اله الا الله محمد رسول الله. غير للاشاره فقط، فالرقم ديال الهاتف اللي موضوع مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في اللي غادي نعاودوا نوضعوه لكم هنا في هذا في اول التعليق. نعتذر مشاهدينا كما قلنا لكم صبروا معنا في بدايه هذا البث هذا، لانه هذه حاله صعيب انه تنخرجوا معها يعني مسكينه الوضعيه ديالها ولا الصحه ديالها ما تستحملش انه ننقلوها من البيت ديالها، فارتئينا انه نصوروا معها داخل البيت، لانه كما كتشوفوا معنا هذه ام ديالنا كاملين. كنتمناو انه صوتها ورسالتها وصلنا عليكم خوتي المغاربه. اللي كنتسناو منكم الان هو الدعم ديال هذه السيده والمساعده ديالها، لانه احنا سمعنا الرجاء ديالها كما قالت نديروها مهمتنا كاملين، ما بغيناهاش تبقى تقول ما عندي لا حنين لا رحيم. كاين الحمد لله وليداتها وبنياتها المغربيات اللي غادي يكونوا معها في هاد في هاد في هاد في هاد الوضعيه هذه وفي هاد الحاله اللي وصلت لها. نعم المهمه يعني واش كنتي كتظني انك غتوصلي لهاد الوضع؟ ها كنتي دايره في الحساب انك شي نهار غتوصلي لهاد الوضع هذا؟ وليدي ملي كانت الصحه ما ظنيتش. نعم ما ظنيتش، ولكن نهار فاش شدتني الصحه عاد عرفت بالله كاينة الصحة كتغدر وكتطيح وما كترحمش. هذا هو. واللي غادي تعيط عليه واش غتعيط عليه من محلو يجي يعطيك تاكل، ولا تقول له اجي اعطيني باش ندوز ولا باش نمشي للطبيب؟ وشحال هي يعطيك يعني شحال هي اللي غيعطي وي... ما قال لك عيا اللي يشد ما عيا اللي يعطي. نعم. هذا ما عطى الله. نعم. نعم وجزاكم الله بخير. الله يحفظك الوالدة. الله يجازيكم يعني بخير. وشنو تقولي للناس اللي كتثيق في الدنيا المهمه؟ اه الناس اللي تايقه في الدنيا ما تغرهمش، ما تغرهمش ولدي الدنيا وما تغرهمش الصحه. مني وجبد مني وجبد كون وريتك تصور تعجب تعجب، ولكن بنادم ما يثقش في الصحه، ما يثقش في الزمان، ما يثقش في الحباب، ما يثق حتى في واحد. تا الحباب ما تيقش فيهم حيت يشوفوك عندك راه تيتحازو ليك، حيت ما يكونش عندك ما كانش لي يسول عليك. طحتي فهادشي؟ ما كاينش. طحتي فهادشي؟ ها طحتي فهادشي؟ اه اللهم لك الحمد. نعم اللهم لك الحمد. هذا حدي يا ولدي لا اله الا الله.
محمد رسول الله. فالنداء ديال هاد الأمي ما لا خصني إله غير إلا أن هو الله، أنها طالبة هي لا المساعدة إله إلا الله. باش تعيش وباش تلقى ما فين خديتش تكون. تنوقف ولدي نعم الدار، سير ما أمي، ما خديتش، جلسي 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 ما خديتش جلسي نوقف جلسي الدار. جلسي. فكما كتشوفوا معنا ها هي يعني تلات، يعني كما كنقولوا يعني شوف الايام شوف الزمان كيفاش كيدور، الله يحسن العوان. فنتمنوا لها ان شاء الله كما قلت في بدايه هذا البث هذا انه هاد السيده تكون مهمتنا كاملين. نعم دعي معنا المهمه، دعي مع هاد الناس الله كاملين يسهل اللي عليكم كيشوفوا. خليها خليها انا نشد لك، انا نشد الله يسهل عليهم جميعا كبيرا وصغيرا اللي قد على الخير وداروا. نعم. الله يعطيهم ويعطيكم جامع حجة في النبي. نعم. هي أولا اللي تيطلب الواحد. نعم. بغيت لهم حجة، بغيت لهم التيسير، بغيت لهم الرزق، بغيت لهم إن شاء الله ينتجوا وليداتهم يقراوا وينجحوا لهم ويكونوا في سعادة سعيدة. إن شاء الله كنطلب الله المسلمين جميعا يا رب العالمين. الله يطول في عمرك والله يا ربي يا ربي. شوفي أمي أنتِ اللي غادي نقول لك انا كلشي وانت الحبيبه. صبر صبر الله يا ربي. نعم كنطلبكم من ما حاول معايا. نعم. يحاول معايا الله تعالى وينتجوه ويدير له الدروج تعالى. نعم يلحقوه ويطلبوه كي تنطلبوا. نعم. والله يجعل سيدي ربي ينتجكم ويعطيكم اللي بغيتو وتلحقوا فين بغيتو وتمشيو وتجيو فين بغيتو. نعم. والله يجعل سيدي ربي يوقف معاكم. لا ما عندكش وليدات؟ لا ما عنديش، عندي بنت وحده. نعم صافي هي اللي عندي. فين هي؟ ما كايناش هنا؟ لا راها في الرباط ماشي هنا. نعم راها في الرباط. وهذيك ما عندي ما ندير لها، هذيك راه في يد ولد الناس الله اعلم. الا بغى يعطيها غادي يعطيها، ما بغاش عنده الحق ما يعطيهاش. نعم تقولي سمحوا لي ف اللهم يمشي لا لا حاشا. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، في اخر نهايه هذا البث المباشر غنخليكم مع كلمه مع المهمه، وكنتمنوا ان الرجاء ديالها يوصل لكل القلوب اللي كتشوف فينا الان، وهي الان كما سمعتوا انها محتاجه منكم يعني يد العون، محتاجه ما تاكل، محتاجه ما تشرب، يعني كما هذا الشيء اللي قالت لنا قبل ما نبداو. فراها مسكينه خبيزه كدوز بها يومين نهار، الا جابتها ما جابتهاش راه ما غاداش تاكل، كتبقى هنايا مسدود عليها هاد البيت هذا كما كتشوفوا معنا بهاد الشكل هذا. فها هي الوضعيه ديالها، ها كيفاش كتعيش. كنتمناو ان شاء الله انه لا من الناس هنا ديال ويسلان ولا الناس ديال مكناس ولا كل المناطق المحيطه، اللي بغى يجي عندها راه يجي عندها هنايا اللوزين، راه كتسكن في لوزين، يجي عندها حتى البيت ديالها ويشوف هاد السيده ها هي كيفاش كتعيش، يعني ها هي وضعيتها. كما قلت في البدايه نعملوها المهمه ديالنا هذه. الان حنا يعني وصلنا صوتها، وصلنا رسالتها لكم، غنخليكم مع اخر كلمه مع هاد الوالده هذه. ريحه امي تريح. نعم. الله يجازيكم بخير. نعم. الله يسهل عليكم على وليداتكم، والله يجعلكم حجه في النبي. نعم. الله يجعل سيدي ربي ينتجكم وينتج وليداتكم ويعاونكم، والله يعاونكم حتى انتم. نعم. يسهل عليكم. نعم. وعلى كل اللي كيتمنى يوصلني ويشوفني راني كنزازيه، كنزازيه الزازه اللي ما عنده حد ولا قياس. نعم. اللي عندهم. وراني كنطلب الله يعاونهم ويعاونني حتى انا. نعم. اللي كيجيو عندي ونفرح لهم، واللي كيجي عندي يدق على بابي يا ربي كنطلبهم من ساعه الخير، كنطلب لهم ساعه الخير يا ربي، ينتجوا وليداتهم ويزهل عليهم يا ربي العالمين. يا اللي ما خفاتك خافيه، لا يخيبهم، لا يخيبكم كاملين، اللهم امين كاملين، لا يخيبكم الحباب، الله لا يخيبكم الحباب. راني كنطلب خوتي المغاربه هذه دعوات من القلب، كنتمنى من الله انه سبحانه وتعالى انها توصل لكل الناس اللي معايا هنايا. بارطاجيو معايا، الله يجازيكم بخير، معايا 396 ولا 399 كلكم بارطاجيو معايا هذا البث المباشر. بغينا المساعده لهذه السيده، بغينا الناس تقدم لها يد العون. يلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه والاصغاء. كان هذا البث المباشر من داخل بيت هاد الام، هذه ام ديالنا كاملين، انا كنقول لها ام لانه ما جاتني يعني ما دارش لي انه نقولوا هاد السيده ولا هذه ام. الان هي ام ديالنا ما عندهاش، ولكن حنا غنكونوا وليداتها ان شاء الله، ونكونوا وتكونوا حتى نتوما وليداتها وبنياتها ان شاء الله، ونخليوها. نتمنى من الله ان رسالتها توصل لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. فهذا هو